بسم الله. بعد ما اتفقنا ان احنا هنروح على الفرونت اند، الفرونت اند بتاعتنا لما نيجي نراجعها، انا البنك اللي هو فرونت اند، لو دخلنا على فيو موديل كان عندنا الايه الجي اس بتاعنا اللي بينادي على الجيسون فايل اللي كان بيعرض منه. لو دخلنا على الموديل هنلاقي الجيسون فايل كان معروض بالشكل ده. فاحنا محتاجين اي بي اي تكون بتعرض لنا الداتا زي ما كان الجيسون بيعرضها تماما، خلاص اللي هي كله على بعضه. طيب احنا ما كانش عندنا في الباك اند حاجه تعرض ده كله على بعضه، فانا يعني اللي موجود عندنا في الباك اند كان ان احنا نجت يا اما بالبلد يا اما الناس يا اما حد محدد. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل فانكشن تاني كده كوبي من الجيت دي، راوت هرجع تاني في الباك اند. على فكره ان جوه بروجكت الباك اند محدش يلخبط، هتلاقي فوق في الاسم من فوق بنك بي اي. قمت عامل ايه؟ جيت اول كاستمرز، وهعمل لها هعمل بارامتر لها الكرايتيريا. طبعا عشان احنا عارفين ان الجيت مش هتشتغل غير بايه، لازم يكون في بارامتر ليها. واعمل بقى اسمي فانكشن بتاعتي مثلا وليكن بدل كاستمر ديتيلز اخليها مثلا كانتريز اندرسكور كاستمرز اندرسكور ديتيلز، عشان دي هترجع لي كل الكاستمرز وكل الايه الكانتريز بتفاصيلهم، يعني اللي هي بتجيب لي بتجيت الاول داتا يعني. طيب على المهم هنعمل بقى الفانكشن دي. هنخش كده مع بعض، هناخد الديباجه بتاعت الفانكشن اللي فوق كده كوبي، ننزل بقى تحت واغير اسم الفانكشن، تمام، اقفل الكوست بتاعنا تحت وتعالى نبدا نعمل ايه، نعمل الفانكشن بتاعتنا ككويري علشان نقدر يعني نكتب الكود اللي بيتريتريف لينا كل الداتا، ودي طبعا الكود سهل جدا. فعملت ليت كويري، عرفت كويري هذا فاريبل وهيجيب الداتا بتاعتي من الكانتري كاستمرز اللي هي بالنسبه لي الموديل بتاعي فيو دوت فايند، طبعا قلت له نل فبعت للفايند نل عشان يجيب لي اول ديت، خلاص كل البيانات كلها على بعضها. وهنفذ على كده لان انا مش محتاج اي بارامتر ولا اي فلتر ولا اي حاجه خالص، لان انا اصلا ظابط الدوكيمنت اللي جوه المونجو بالظبط زي الفايل بتاع الجيسون. قلت كويري اكزكيوت ولو في ايرور هيبعت لي ايرور، والكانتريز دي الريتريف الداتا او البيانات اللي راجعه فعلا من تنفيذ الايه الكويري. هروح اجيب ريسبونس كده من فوق بتاع ان لو في ايرور اللي كنا عملناه، فلو في ايرور هريسبونس على طول بستيتس 500 وريتريف الايرور، إلس يبقى مفيش بقى ايرور، او ممكن من غير إلس لانه خلاص لو عمل ريتيرن مش هيكمل. فاحنا هنعمل ايه؟ هنقول له بقى لو كانت البيانات سليمه وكل حاجه تمام انا هريتيرن ب 200 بقى، لان الكود ال 200 معناها ان الداتا سليمه. وهسند مين؟ وهسند ساعتها بقى الداتا ذات نفسها بس بشكل جيسون. فقلت له دول جيسون، وابعت له مين؟ الكانتريز، لان احنا طبعا اتفقنا الايرور وبعد كده الكانتريز اللي احنا سميناها كده، ممكن تسميها اي حاجه ثانيه، بس انا الاول هقول له سكسس اديها ترو وبعد كده ابعت له الداتا. فاقول له ايه؟ لان انت لو تفتكر في الفرونت اند بتاعنا كنا قايلين ايه؟ كنا بالنادي لو انتوا فاكرين كده رجعنا، كان في عندي حاجه اسمها كاستمر داتا. انا عايز اقول الكاستمر داتا بتساوي هي بقى الداتا اللي رجعت لي دي، فاقول له كاستمر داتا ايكوال اللي هي كولون وبعدها مين بقى؟ الكانتريز اللي جات لي من فوق. فكل البيانات بتاعت الكانتريز دي كلها هتتحط جوه كاستمرز داتا اللي هي كانت بالنسبه لي فعلا في الجيسون بالظبط. فانا كتبتها مثلا ميزت اسمها بكلمه اول داتا وقلت له الكاستمر داتا ايكوال الايه الاول داتا، فالاول داتا تتحط جوه الكاستمرز داتا فهترجع لي الجيسون بالظبط، هترجع لي الريتريف داتا زي الجيسون بالظبط، تمام كده. طيب ده كده بالنسبه لي الايه الفانكشن بتاعتنا البسيطه اللي احنا عملناها عشان اقدر ايه اقدر استخدمها. وبقت على جيت اول كاستمرز، فاجي بقى هنا ومعامل ايه؟ او عامل ريكوست جديد جوه البوستمان هيجيت اول كاستمرز واول كانتريز داتا، يعني اول كانتريز واول كاستمرز داتا، واسيبها جوه الباك اند بروجكت بتاعي وادوس على سيف، خلاص. وتعالى ناخد كوبي من الريكو من اليو ار ال بتاع اي حاجه. احنا طبعا عندنا يعني هو بس مفيش غير جيت اول كاستمرز، وما عنديش بقى ولا رقم الكاستمر ولا رقم الكانتري. امسح الكاستمر وامسح الكانتري، وهنكتب هنا الايه جيت اول كاستمرز عشان تبقى هي دي الفانكشن. والكريتيريا اي حاجه، مثلا نكتب له اول، مثلا نكتب له اول او اي حاجه مش تفرق، لان هو كده اي ما بنشتغلش عليها. لكن لما بعت سند بقى، الله،
جالي ايه بقى؟ جات لي الداتا زي ما احنا شايفين، ادي السكسس سيبك منها، ادي كاستمرز ديتا اللي انا عايزها، فيها بقى الايه الاري بتاعتي اللي فيها بقيه الداتا بتاعت مين؟ بتاعت الكاستمرز بتوعي. خلاص كل كانتري وتحتها الكاستمرز، كل كانتري وتحتها الكاستمرز، زي ما كان ملف الجيسون اللي بدانا بيه اول الكورس خالص وكنا عايزين نوصل له، اللي هو الملف ده الكاستمرز ديتا وادي الكانتري. طبعا زودنا الاي دي مش مهم والى اخره. طيب هنبدا دلوقتي نشتغل ان شاء الله مع بعض في الفرونت اند، ونخلي بقى البيانات دي اليو ار ال ده يجي ويعرض لي البيانات ان شاء الله، بس الفيديو تاني.